مرحبا، أنا وليد أحمد. في الفيديو ده عايزين نتعرف على كيف تسجل في الكورسات الأونلاين في كود سودان. في البداية لابد أن نمشي للموقع بتاع codesudan.io ومنه نختار الأيقونة بتاعت أونلاين كورسز. في الأونلاين كورسز عندي ثلاثة خيارات بالنسبة للكورسات. نقدم لتطوير الويب، عندي الكورس بتاع فرونت إند ديفلوبمنت باستخدام فلاتر، وعندي اندرويد ديفلوبمنت باستخدام كوتلين. قبل ما اسجل لاي كورس لابد انه انا اسجل التفاصيل بتاعتي، المكان بتاع الستودنت ريجستريشن. ببدا انه اخش على الستودنت ريجستريشن ومن التفاصيل الخاصه بي، عشان لاست نيم، بعد ذلك بنزل اليوزر نيم، الايميل اللي ممكن انا استخدمه، الباسورد، نختار باسورد بسيط، نكرر الباسورد للتاكيد، ولو حابب انه تغير الايميل اللي نستخدمه الايميل الثاني نستخدمه الثاني. ممتاز، خلينا نعمل تسجيل حاليا. بكده تمام، يبقى عندنا حساب داخل الموقع بتاع كود سودان. انه بعد نمشي للكورسات، all courses، اختار الكورس اللي انا عايز اخش عليه. باقي التفاصيل عنه بيكون عندي الخطوات بتاعت التسجيل. أول خطوة من خطوات التسجيل إن أنا أقوم أضيف الكورس بتاعي للسلة. أنزل تحت، تلقى الزر المكتوب عليه Add to Cart. بعديه بنزل تحت عشان أختار إنه أنا محتاج الكورس ده. فنعمل Proceed to Take Out. نملى نفس التفاصيل بتاعتي. Last name. Town City. رقم التليفون، نغير الايميل بتاعي هنا، عندي اي معلومات اضافيه انا عايز انزلها ممكن ان انا اكتبها هنا كملاحظات. اخر حاجه بعملها بدوس بليس اوردر. طيب دي كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان ان انا اسجل داخل الموقع ان انا عايز الكورس. هبدا برجع ليه all courses عشان اشوف باقي الخطوات. بحيث انه عندي مثلا الكورس بتاع كوتلين، عملنا اضافه، ضفنا الكورس للسله، بعد ذاك ادينا التفاصيل بتاعتنا. قال لك الان تقدر انك تشاهد الفيديوهات الاولى من الدرس الاول والثاني من الثاني. بالنسبه للي عايز اكمل اجراءات التسجيل، المفروض انه انا اقوم احول المبلغ بتاع الكورس اللي هو قيمته 2000 جنيه للحساب بتاع بنكك، وعندي الرقم بتاع الحساب هنا واسم صاحب الحساب احمد السر. اول ما خلصت ان انا حولت المبلغ، المفروض ان اعمل سكرين شوت للعمليه بتاع التحويل، واجي اضغط على الرابط ده. الرابط هيفتح معي مكان في التفاصيل بتاعتي، اللي يعني انزل الايميل بتاعي نسجل تبعه. سوري، بعديها بجي انزل الاسم كامل باللغه الانجليزيه عشان اقدر اتحصل على الشهاده. بعد ذاك بختار اسم الكورس اللي انا سجلت عليه. حاليا انا مسجل على الكورس بتاع كوتلين. القيمة المدفوعة بكون مكتبة في قيمة الكورس عبارة عن 2000 جنيه. بعديها بقوم بعمل إطلاق بالنسبة للملف اللي فيه التحويلة بتاعتي. بعد ما عملت الحاجة دي بلجأ للرقم بتاع التليفون وأعمل سبميت، أتأكد إن كل الحاجات بتاعتي دي موجودة. إذا في أي حاجة ناقصة طوالي ما حيرضى إنه هو يعمل لي سبميت، قال لي لابد إن أنا أضيف شنو؟ أضيف التفاصيل بتاعت التحويل. ده كل ما يتعلق بتسجيل في الكورس بتاع كوتلين نفس الطريقة لبقية الكورسات. بعد ما يتم التسجيل ياخذ زي ساعتين أو ثلاثة لحد ما يديك أكسس لكل الكورس بحيث إنك تقدر تشوفه. طيب هشوف الكورس ده وين؟ هنا مكتوب عليها الداش بورد بيج. اول ما اضغط عليها بيوريني عدد الكورسات اللي انا مشترك فيها، الكورسات الفعاله والكورسات اللي انا خلصتها لحد هسه.
حاليا هسه انا ما داخل في اي كورس، عشان كذا الارقام بتاعتي زيرو. اذا في كورس دخلت عليه وطوالي حيظهر لي في الداشبورد بتاعي هنا، واقدر اشوف كل البيانات بتاعته. ده كله ما يتعلق بتسجيل بالنسبه للكورسات الاونلاين. اتمنى انه الشرح يكون واضح.